اللعيبه بره برضو سيف، رغم تاثرهم نفسيا بشكل كبير جدا بالكورونا زينا كلنا، الا ان هم ستيل بروفيشنال. التكنولوجي وعقليه اللعيبه هتساعد ان اللعيبه مش تبقى في 100%، بس مثلا هتبقى 70% 75%، لان هم دلوقتي في عن طريق البروجرامز اللي معموله زوم وبتاع، ان بيبقى في فيتنس كوتش قاعد. شفنا مورينيو وتوتنهام قاعدين بالعجله قدامهم اللعيبه بتوعهم على السكرين. دلوقتي فيها سيف كمان بريسلت اي لعيب بيلبسها بيعمل لك الهارت ريت واللعيبه اشتغلت قد ايه والعدد. كل دي حاجات هتساعد اللعيبه ان هي تبقى فت اكتر عن مصر عندنا طبعا بشكل. بس كل ده كل حاجه والكره حاجه مين طبعا، بس انت خلي بالك انت ايه البيزك فيتنس، الفيتنس الاساسي اللي يساعدك اللي بعد كده ان انت تبني عليه. بتكلم في ايه، الناس في مصر بتقول او الناس بتتريق على المدربين اللي بتقول ان في مصر مثلا ان اللعيبه محتاجه على الاقل شهرين. فبتقول لك الناس بره يا عم في 3 4 اسابيع رجعوا. لا، المدرب خد الفرقه بره لعيبه عندها فتنس اساسي معين مبني بشكل كويس، يقدر ان هو يبني عليه في اسبوعين ثلاثه ويعمل ماتشين والدين ويبتدي يشتغل. انما انت هنا بتاخد من سكراتش، بتاخد من تحت خالص. انت عندك هنا في لعيبه ولعيبه كبار، ليله الماتش بالليل بيجيب حمام وبيجيب بتاع، ليله الماتش بالليل وسمك وبتاع يعني. انا عمري انت شيكابالا هو اللي كان بيحاول ان هو يجيب حمام. وانت كنت بتجيب حمام معاك؟ لا لا. عمرك ما جبت حمام؟ لا لا، ليله الماتش لا. بس انت كيف حمام اصلا يوم الماتش الصبح؟ كنت قبل الماتش كنت بعمل حاجه، كنت بعمل حاجه قبل الماتش بساعتين بالظبط. انا كنت بخرج ليله الماتش انما عمري ما اجيب اكل، يعني كنت اخرج وارجع. كابتن حازم كان يستناني في الريسبشن يطمن عليا. يطمن عليك الحمد لله. انما حمام لا. يطمن عليك ليه؟ انت جاي من العراق فاكر يعني؟ يطمن عليك ليه؟ ان انا يعني راجع سليم.